السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا شفت منام. شفت منام واحترت أنا فيه، إيه على رأي الأغنية. طبعا كل واحد مننا بيشوف منام بيحتار فيه، بيبقى قايم من النوم مش عارف هو شاف إيه وسمع إيه وإيه ده وجاي منين ورايح فين. فطبعا إحنا مع بعض إن شاء الله بأمر الله نقدر نفسر كل، يعني نقول اقتراحاتكو أوهامكو أحلامكو ونحققها كمان إن شاء الله بأمر الله. شفت منام النهاردة إن شاء الله هنتكلم في حاجة مفيدة، اللي هي الفرق بين الحلم والرؤية. النهاردة الفرق بين الحلم والرؤية حاجة مهمة جدا، إزاي أعرف أنا قمت من النوم اللي شفته ده حلم أو رؤية. طبعا معروف يا جماعة، أنا قبل كده في الحلقات القديمة قوي قلت إن الرؤية عبارة عن حاجة بتبقى بشارة من الله عز وجل، بيبقى البني آدم قايم مستبشر بشيء جميل حلو حصل له في المنام، أو شاف حاجة حلوة، أو شاف حاجة خوفته، أو شاف حاجة مثلا نقول إيه خضته، أو شاف حاجة تكون مش قادر تفسرها أو تعرف معناها إيه. فبالتالي إحنا هنا إن شاء الله بأمر الله معاكم عشان نقدر نوصل للمعاني الخفية اللي وراء الرؤية اللي حضرتك شفتها. طبعا ده الرؤية اللي هي تشوف حاجة حلوة، حاجة جميلة، حاجة بيذكر فيها اسم ربنا سبحانه وتعالى، أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أي رمز من رموز الأنبياء، سواء من أول أبونا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء ده معناها رمز إن دي رؤية وليس بحلم. وطبعا الحاجة اللي أنت بتقوم فيها شايف حاجة أنت مش فاهمها أو مش عارفها، وفي نفس الوقت مش عارف ايه ده او مش قادر تعبر، طب يا رب اللي انا شفته ده خير ولا شر، دي كده البشارة اللي هي بتقوم قايم فرحان مبسوط سعيد مستبشر. وفي حلم تاني، او مش الحلم بقى، الرؤية برضو ليها شق تاني، اللي هو الشق اللي هو انك انت تبقى قايم مرعوب من حاجة او خايف من حاجة، وبرضو بتبقى احيانا كتير رؤية دي بتبقى ربنا سبحانه وتعالى بعت لك انذار ان هو بينذرك ابعد عن الطريق ده أو ما تمشيش في الطريق ده، لأن الطريق ده ممكن يكون فيه خطر عليك مش كويس، أو على أولادك أو على شغلك أو على حياتك الزوجية أو حياتك العامة. فبالتالي هنا ربنا بيبعت لنا ما ينذرنا إن الطريق ده طريق خطر أو طريق فيه شر. طيب معلش معانا اتصال ونرجع نكمل بعد الاتصال. ألو، معانا هبة. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي يا هبة. لو سمحت أنا عندي حلمين صغيرين. كنت حلمت الحلم الاولاني انا مامتي متوفيه. تمام. حلمت ان هي كان احنا في بيتنا القديم خالص، انا واقفه في الصاله كده وهي في الشارع قدامي. فكانها بتقول لي ان انا خدت افراج بس عليا لسه قضايا. تمام. انا الحلم ده قلقني جدا، بس هي وشها في الحلم كانت حلوه، شكلها بيضه زي ما هي ومبتسمه، مش تمام. قصة ان انا عليا قضايا ومش عارفه ايه وحاجه حلو كده. حلو قوي، جميل قوي 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 ان هي جايه تقول لك الكلام ده يا هبه. تمام، ده اول رؤيه. تاني رؤيه يا هبه؟ تاني رؤيه حلمت ان انا بشتري ملابس، اشتريت جيبه اللي هي جيبه طالعه من كده درجات كده زي الدرس، والجيبه دي فيها زي دواير زرقاء، يعني هي مش ساده بس فيها زي دواير زرقاء، اللون الازرق باين قوي كده وشكله حلو. تمام. واشتريت بلوزه ماشيه معاها بس كانت طقم عجبني جدا ومبسوطه بيه. فانا كان عايله الشنطه بتاعتي معلقاها ورا باب هناك في المكان، وجيت اخد الفلوس لقيت ان التعليقه اتغيرت، كنت معلقاها من سرها الطويل وبعدين لقيتها من ايد الصغيره متعلقه، فخفت يكون حد خد الفلوس. فتحت الشنطه وطلعت فلوس، كان في السوسته فلوس عديتهم كانوا 400 جنيه. المهم ما لقيتش الفلوس اتاخدت يعني. تمام. لقيتهم 400 جنيه وفي فلوس ثانيه في جانب ثاني، بس انا الحلم خلص وانا لسه هعدهم، معرفش هم قد ايه. انت متجوزه يا هبه؟ ايوه. متجوزه؟ ايوه. ومعاكي اولاد؟ لا لسه ما شاء الله. ربنا يخليهم لك يا هبه، ان شاء الله هتجيبي. قولي يا رب. نعم. هتجيبي ولاد ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله قريب ان شاء الله، بس انت بس محتاجه شويه تجهدي شويه مع نفسك ومع زوجك، وتحاولوا تقربوا من ربنا بالدعاء، وطبعا تهتمي شويه. طبعا الحلم الاولاني بقى يا هبه انا هفصل لك حاضر من عينيا. الحلم الاولاني كده مامتك عليها دين، مامتك عليها دين لحد، يا مقترضه فلوس من حد او واخده حاجه من حد، او عليها
حتى لو هي ما فيش حد واخد من يعني واخده من حد حاجه كفلوس، هي كده عامله عندها ندر او عندها حاجه كانت عاملاها بينها وبين ربنا وما كملتهاش. فالحلم بتاعها بتقول لك انا الحمد لله ربنا يعني بعت لي افراج ان هي عشان تقول لك على القصه دي عشان انت تبحثي وراها وتدوري وراها وتشوفي هي عليها ديون ايه او انت عليكي ديون ايه من ايام ماما. يعني الدين ده مش شرط يكون متعلق بماما كماما، يعني الدين ده ممكن انت تكوني نفسك يعني عندك حاجه خطي فيها او عملتيها عليك، المهم دين لحد او مامتك كانت كده الله يرحمها. فانت تدوري في دفاترك القديمه كلها، ده طبعا المفروض تعمليه عشان خاطر تسددي دينها. هي الحمد لله كده يعني خدت نصيبها ان هي الحمد لله ربنا كده ايه بدا ايه الحمد لله كده يفك عليها حاجه حلوه جات لها من عند ربنا، دعوه حلوه، قرايه قران، صدقه كويسه، فربنا ايه فك من عليها عشان خاطر تيجي تقول لك انا عليا كان عليا ديون او عليا ديون او مديونه او او او، لان هي كده بتنبهك او بعتلك رساله من العالم الاخر. فانت دوري على الديون اللي عليكي او على ماما او على اي حد من اخواتك او من اسرتك وحاولي تسددوها يا هبه، عشان ده اول منام، ده كده انذار، وده اللي احنا كنا بنقول عليه يا جماعه اللي هو الانذار اللي بيجي للانسان في المنام بتاعه ان هو عليه شيء او ربنا بيوجهه لشيء او بيقول له لا تفعل ذلك او افعل. تمام. محمد معانا من البحيره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ اتفضل مع حضرتك. والله انا معايا ثلاث اولاد، بنت وولدين. ربنا يخليهم لك. الله يخليك لكم. جوزك شهر 10 والولد خاطب ويوسف لسه 11 سنه. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. حلمت طبعا او رؤيا الله اعلم التي يا ربنا كرمها وسقطت ما كملش الحمل يعني. ربنا يجعله خير لك وخير عليك ان شاء الله. فانا طبعا في بلد جنبنا معايا شيا ياما وشويله وحاجات، انا وامها واخويا الصغير وهي. مش لاقيين عربيه، فجاه كده عربيه وقفت قدام مننا، حملنا حاجتنا فيها وركبنا ومشينا، بس ما عرفتش نزلنا فين. ما عرفتش نزلتوا فين؟ لا بس معانا شيء ياما خالص، يعني ايه زي ما نكون متسوقين ومروحين كده. بس كده؟ ده اللي انا شفته. انت قلقان من حاجه زي كده يعني؟ بس ده اللي انا شفته. لا على فكره يا محمد، ماشي يا محمد انا هفسرها لك، حاضر من عينيا. رؤية عادية جدا، أو نقدر نقول مش رؤية يعني، أصل أنت شفت شيل الشيل والشراء وكل دي أرزاق، أرزاق يعني أنت شخص مجتهد بتكد وتتعب وتعمل أعمال، ووجود الزوجة والأولاد معاك أو أحد الأبناء ده برضو إن هم يعني أهميتهم في حياتك عموما. عموما البنت او الست او الاخت او البنت خصوصا او المراه عموما سواء كبيره او صغيره، دي معناها دنيتك حياتك، حتى لو كانت جايه لك على هيئه الزوجه او الام او البنت، فهي حياتك سواء الماضيه او الحديثه الحاليه اللي انت عندك عمل متواصل ما زلت بتتواصل ومش عارف يعني مش عارف انت رايح فين وجاي منين، نقدر نقول عليها اضغاث احلام، نقدر نقول عليها عقلك الباطن. انت لان هي ما رمزتش لحاجه معينه او ما ادتش في النهايه لحاجه واضحه، فهي اضغاث احلام، بحيث انك انت بتعمل كل يوم شغل وبتروح وتيجي وعندك عمل، انت ده اللي انت شفته، انت بتترجم الواقع اللي انت عايشه وحياتك اللي انت مجتهد فيها وعملت كد وتجد، انت حياتك كلها زي ما بتقول ايه بتشتغل وبتعرق. فهي تعتبر كده يا محمد ما تقلقش، ما فيهاش اي حاجه مؤذيه ان شاء الله، ربنا يجعله خير يا رب. معنا اتصال. كريمه اتفضلي يا كريمه من الغربيه معنا. معلش اتصلي بينا تاني يا كريمه. اتصلت اتفضل. ماشي دلوقتي الرؤيه اللي هي اول واحده اتصلت قلنا لها ان مامتها عليها دين، والرؤيه الثانيه ان شاء الله بامر الله ربنا هيرزقها قريب بولد وبنت والله اعلم، بنتين ولدين، والله كل رزق ربنا كله حلو كله نعمة، بس هي الجيبة بنت والبلوزة ولد والله أعلم، هي إن شاء الله ربنا يرزقها بطفلين حلوين وهتقر عينيها، بس تجتهد في الدعاء وتجتهد في القرب من ربنا وتعمل اللي عليها، لو في علاج ما فيش علاج خلاص هو ربنا إن شاء الله كده هيكرمها.
المنام كله ان شاء الله كله بشره وكله خير، فاحنا بنعمل اللي علينا. طيب دلوقتي احنا قلنا الفرق بين الرؤيه وبين الحلم. احنا قلنا الرؤيه معناها رموز حلوه او رموز فيها بشره او رموز فيها انذار، انذار من حاجه ما نعملهاش، ما نخدش فيها، ناخد بالنا منها، ما نحاولش نقرب من المنطقه دي، وهو ده ربنا اللي بيبعته لنا. الحلم بقى ده يا جماعه بيبقى من الشيطان، بمعنى بيبقى حلم مش رؤيه، ان البني ادم بينام مش متوضي، على معصيه، هوكسه كتير، افكاره الشيطانيه كتير، لان البني ادم اكثر عدو ليه هو نفسه، واحنا عارفين الكلام ده كويس. فالبني ادم لما بيكثر في الهرج والمرج زي ما بيقولوا، ويبدا يتحدث مع الشيطان او يتحدث بالاخص مع نفسه، والنفس اقوى بكتير، يبدا بقى ينام يشوف بقى حاجات مريبه وغريبه، وايه اللي انا شفته ده يا ربي، وهي ملهاش اي دعوه بالواقع. لكن الشيطان عايز يخلي في قلبه رعب، الشيطان يجيله عايز يخلي الشخص ده دايما على معصية أو دايما في طريق اللي هو عايزه، لأن الشيطان طبيعي مش هيخليك تمشي في الطريق اللي هو حبه، فيمشيك في طريق كله شوك وكله أعمال فاسدة. فبالتالي يجيلك بالليل يخوفك من حاجة أنت لو مشيت فيها هيحصل لك كذا وكذا، تقوم من النوم إيه اللي أنا شفته ده، وهو مش حلم يا جماعة، مش رؤية. يعني الحلم ده يعني ما بيتفسرش اساسا يا جماعه، ويا ريت ما تتحدثش بيه لحد وما تقولهوش لحد، لان احيانا خيالنا وشيطاننا ممكن يودينا في حته ما نخرجش منها تاني والعياذ بالله، وتبقى مشكله كبيره. بالتالي كل بني ادم لازم يبقى حريص في تصرفاته، يعني نام على وضوء، دي ابسط الامور. اي حد عنده ولو يعني نقول ايه ذره من الايمان، زي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، ربنا ان شاء الله بيعامله بنيته وبيغفر له كده، يتوضى يستغفر، ينام على ايده اليمين زي ما الرسول قال لنا، لو عمل الحاجات دي ينفض سريره قبل ما ينام. كل الحاجات دي كلها كنا بناخدها في المدارس زمان واحنا صغيرين واحنا اطفال، فاللي كان بيعملها بينام امن وبينام سالم وما عندوش اي مشاكل ولا اي هواجس بتيجي ناحيته. فبالتالي احنا عرفنا ان الشيطان هنا بيحاول يخرجنا من الواقع اللي احنا عايشينه او من دنيتنا عشان ينغص علينا، يبدا يخليك عندك اكتئاب، دايما شارد، دايما سرحان، دايما بتفكر في سلبيات. وطبعا احنا كلنا عارفين ان تفاؤلوا بالخير تجدوه، يعني كل ما البني ادم عاش بتفاؤل اكيد ربنا هيديله. الو، معنا اتصال يا جماعه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، معاكي كريمه من لطف. اهلا وسهلا، اتفضلي يا اختي كريمه. لو سمحتي يا فضيلتي، احنا كنت يعني الحلم ده بيجي يتكرر معايا يمكن 5 6 سنين كده يعني. تمام. كنت احلم ان السما دي بتنور وتتكتب فيها ايات قرانيه. حلو. وبعد كده واحد لما اجى ابويا يعني كان انا اقول اصلا كان ولد النبي اصلا النهارده سيدنا محمد يعني، عشان كده رحت من الورد السما وكتب لي فيها ايات قرانيه. طب انت مش فاكره الايات القرانيه اللي كانت بتقرا عند نزول المطر عليك يا كريمه؟ لا والله، بس مره ثانيه يعني كده حلمت ان انا يعني اعوذ بالله من قلت انا وامي وحماتي كنا قاعدين يعني زي في صاله، احلمت في الصاله قاعد كده ونزل ورد علينا بريحه حلوه. قلت لي راح قال لي ليه ورد نازل؟ قلت لهم اصلا النهارده مولد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. يعني انت شفتي حاجه نازله عليكي زي ايه تانية غير المطر بتقولي؟ ورد. ورد ما شاء الله ما شاء الله. حلو. جميلة يعني ريحة لغاية دلوقتي أنا سمعت. انت مامتك وحماتك عايشين صح؟ تمام، مفيش مشكلة، ده خير إن شاء الله. خير يا كريمة. هي بشارة بحاجة حلوة، لأن الورد في المنام يا كريمة، حاضر هفسر لك من عينيا. الورد في المنام معناه إيه؟ معناه المحبة، معناه حاجة جميلة. أنت شفتي الورد في الطبيعي بيبقى عامل إزاي؟ الريحة الحلوة والملمس الناعم واللون الجميل اللي بيبهر العيون. فانت بالتالي لما تشوفي ورد نازل عليكي من السماء دي بشاره بخير، والمطر عموما هو برضو بشاره بهدايه وبرزق، لان الميه في الرؤيه خصوصا لو نازله كده جميله وصافيه، وزي ما بتقولي نازل معاها كمان ورد، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله، ان شاء الله جاي لك من عند ربنا خير كتير. وحماتك وامك ان شاء الله هم داعيين لك، ده دعائهم. فانت ان شاء الله ابشري، انت راضيهم بس
وان شاء الله هيجي لك البشاره دي كلها كلها خير من عند ربنا، جاي لك هدايه وجاي لك رزق وجاي لك محبه وجاي لك ان شاء الله صحه وعافيه من عند ربنا ان شاء الله ان شاء الله. قول يا رب امين. فيا جماعه والله في حاجات حلوه قوي بنشوفها ربنا بيبقى باعتها لنا عشان يمكن تبرد قلوبنا ويمكن تشرح صدورنا ونبقى سعداء بيها عشان نسبح بحمده ونبقى مبسوطين ونبقى دي مداخل السعاده يا جماعه اللي ربنا بيبعتها لنا. لان قالوا ان الرؤيه الصالحه هي دي الحاجه الوحيده اللي تبقت من زمن الصالحين. قال لك زمن الانبياء انتهى وزمن الصالحين تقريبا برضو اوشك على الانتهاء والله اعلم، يعني ما بقاش في صديقين ولا شهداء ولا انبياء زي عهد الرسل. فبالتالي هو تبقى منها حاجة واحدة، قال لك الرؤية الصالحة، هذا ما تبقى من الزمن اللي هو ايه نقول الزمن الجميل اللي هو العهد اللي كان كله إيمان وبركة وأنبياء وشهداء وكله بيعمل، يعني نقدر نقول كله كان كله لله مش زي دلوقتي. معنا اتصال. نصرة اتفضلي. أيوة يا نصرة. مع حضرتك. اتفضلي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول الحلم. اتفضلي معاكي. ايوه انا حلمت ان والدتي معاها 3 اولاد ولاد اخويا عايشين معاها يعني. تمام. ماشي ولدين وبنت، فانا يعني لقيتها انا في البحر بيني وبينها بحر واسع كبير. وهي ماشيه يعني خايفه لا تقع فعماله اشاور لها اقول لها العيال 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 حسب العيال هيقعوا، فراحت والدتي اللي وقعت في البحر. مامتك اللي وقعت في البحر. مامتي اللي وقعت في البحر بس المايه كانت رايقه جدا، المايه كانت صافيه. بس مامتك ايه اللي حصل لها في المنام؟ يعني هي وقعت وانا قعدت اصوت يعني الصوت مش قادره اطلع صوتي عشان الحق انقذ العيال لان العيال صغيرين. وعلى ما جريت الناحيه الثانيه عماله اشاور حد ينقذ العيال، فانا عماله ادور على انا اعدي اوصل لهم ما عرفتش اوصل لهم. هو اخوك عنده مشكله مع زوجته؟ ما منفصلين. طيب ما هو هي رؤية مفسرة نفسها، أخوكي عنده مشكلة. منفصلين العيال عايشين مع والدتي وباباهم يعني. تمام. أنتي أخوكي عنده مشكلة ومامتك تقريبا هي المتحملة المسؤولية. أيوة حضرتك صح، كلام حضرتك صح. تمام. هي متحملة مسؤولية أكبر. تمام. أكبر من قوتها وأنتي مش قادرة تعملي لها حاجة. أنا مش قادرة لأن أنا برضه هي في منطقة وأنا في منطقة بعيد عنها ما بنشوفش بعض إلا كل فترة. طيب هي مشكلة. أنا بصراحة صعبانة عليا العيال، يعني كل اللي أنا خوفي تفكيري ليل ونهار. يعني مستقبل العيال ومصير العيال لأن والدتي ست كبيرة برضه يعني. ماشي. هي برضه هي جزء كبير من رؤيتك أضغاث أحلام. أو نقدر نقول عقلك الباطن. لأن أنا يعني متعلقة بالعيال برضه وصعبانة عليا. تمام. أنت عقلك الباطن بس لازم 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 حد يقف جنب ماما على فكرة لأن ماما كده واقعة في مشكلة ربنا يحلها لها من عندها يا رب. لان المشكله ان كلنا البنات متجوزين كل واحده في منطقه معينه مش قاعدين جنب بعضينا يعني. لا خلي بالكم بقى من الحاجه بقى الوالده اليومين الجايين دول. هي كبيره هي معديه 70 وزياده. طب خلاص بقى انا مش عايزه اتكلم ومش هقول اكتر من كده، انا مش هقول لك اكتر من كده. لازم كل واحد فيكم يعمل حاجه مع مامته ويقف جنبها لان كده الحاجه كده. هو اخويا بيروح ولا حول ولا قوه ليه، بيروح شغله وبيجي فطبعا يعني برضه يعني هو كتر خيره برضه ورافض الجواز، خلي بالك هو رافض الجواز برضه. تمام. ما انتوا كده لازم تنقذوا امكم اللي هي فيه. انتوا كاخوات لازم تتجمعوا وتعملوا. بصي هو كده مش تفسير حلم قد ما هو تفسير واقع. انا كده بفسر معاكي الواقع اللي الحاجه عايشاه. انت كده مامتك عايشه في تعب وعذاب خلي بالك، وانت مشغوله بيها بس من بعيد، انت شغله نفسك بيها من بعيد للاسف، والكلام ده مش هينفع معاها، هيجي عليها وقت مش يعني مش عايزه اقول في وشك عشان ما يبقاش حرام عليا. الحقوا بقى الحاجه وشوفوا، لازم تسندوها، لازم تقفوا جنبها. تمام كده يا جماعه. هي الحاله اللي احنا سمعناها دي هي دي نقدر نقول عقلها الباطن، بس كمان العقل الباطن هنا ظهر لها حاجات ممكن تحصل في المستقبل، يعني هي دي كده انذار لشيء ممكن يحصل في المستقبل مع مامتها وهيبقوا هم السبب. اخوها صحيح يعني عنده مشاكل وغصب عنه، بس لازم يقفوا جنبها ويبقوا ايد واحده عشان خاطر يحلوا المشكله ويطلعوا من الازمه على خير ان شاء الله. ده كده ربنا بينذرها بيقول لها خلي بالك. معانا دينا من اسيوط. اتفضلي يا دينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. لو سمحتي، هو مرات عم جوزي حلمت حلمت ان انا جبت ولد، وحلمت ان هو نايم في سرير. ان انت جبتي ولد وهو نايم في سرير؟ لا هو نايم جنبي على السرير. تمام.
كملي يا دينا كملي. طب ما تخليها هي تتكلم يا دينا بدل ما انت ما تتكلمي، هي هتعرف تفصل، هي هتعرف تشرح الحلقه اكتر منك. ماشي. انا بحب كده لان اللي شاف المنام يقدر يعبر عنه اكتر من اللي بيحكي. يا جماعه في حاجات بتقع في النص بتدي اختلاف. هي قاعده في بلد وانا قاعده في بلد. تمام تمام مفيش مشكله. طيب معاكي يا دينا. هي انا رحت لها وقالت لي فانا شفت. طب كملي معاكي معاكي. فبقى هي حلمت كده وحلمت جنبية كتاب وعليه دايره والدايره دي مقسومه نصين وحد قال لها حطي الولد على الكتاب. حطي الولد يعني حطي حطي الولد على الكتاب. تمام. فانا عايزه اعرف يعني تفسير الحلم. لا والله يا دينا هو ولادة والله اعلم. حاضر انا هفسر لك. الولد في الرؤيه انك انت تجيبي ولد، انت عندك مشكلة في حياتك، المشكلة دي حد هيقعد وهيحلها لك ويديكي شقين من الحلول. انا معرفش طبعا هي ايه المشكلة، بس عندك مشكلة. الولد في المنام انك انت تولدي ولد غير البنت، البنت فرج ودنيا، الولد هم ومشاكل. فانت دلوقتي تواجدت عندك مشكلة، المشكلة دي حلها في حاجتين، واللي هيحكم بينك هيقول لك تعملي ايه، وغالبا هيبقى من كتاب الله عز وجل. ايه هو؟ الله اعلم. هيبقى الحل عندك من كتاب الله عز وجل، هيقول لك اما الشرق واما الغرب. ايه هو؟ العلم عند الله. معانا هبه من الشرقيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش انا كنت من شويه مع حضرتك اللي هو حلم والدتي. تمام. هو يعني هي في الفترة الأخيرة قبل ما تموت كان عندها جلطة قعدت سنين طويلة، يعني ممكن 8 سنين 9 سنين. فما كانش ممكن ديون مال أو حاجة، لأن ما كانتش بتتعامل مع حد أصلاً. فممكن أفكر من ناحية ممكن يا حبيبتي، ما أنا لسه بقول لك الديون دي مش شرط يكون دين لحد، ممكن يكون هي اشترت من حد حاجة أو أخذت من حد حاجة أو حد استودع عندها أمانة وأنتوا ما تعرفوش، يعني على سبيل إن هي في السر محدش يعرف هي إيه. تمام كده؟ فبقول لك ان شاء الله لو طلعنا مثلا صدقه يعني عامه بنيه انك لو في حاجه مثلا حاجه جميله يعني. ايوه طلعي صدقه وفي نفس الوقت انكشي، اسالي قرايبك، اسالي معارفك، اسالي اصحابها، اسالي جيرانها، هل ماما كانت ليها حاجه عند حق يعني في حد ليه حاجه؟ طبعا اللي هيقول لك هيقول لك بالدليل والبرهان، مش هيقول لك كلام كده طبعا، لان في ناس والعياذ بالله بتقبل على نفسها. فانت بتسالي وبتنكشي وراها، لو ما كانش ده ولا ده ولا ده يبقى هي اكيد كانت مقصره في حاجه مع ربنا، وبدات العلامات ان هي الحمد لله بدات ربنا يخف من عليها الذنوب اللي كانت عليها. وانت بقى طلعي صدقات زي ما بتقولي، طلعي على روحها حاجه، اعملي لها مثلا اكل، اعملي لها فرقي مصاحف، فرقي يعني شوفي ايه هي كانت بتحب ايه وهي عايشه واعمليه بعد ما ماتت. فهي هي كده يا هبه، ما تقلقيش ان شاء الله هي خير برضو. هي يعني ايه بتقولك ان انا يعني افرج عني، هي ان شاء الله في خير يعني ما تقلقيش، حاجه كويسه مش وحشه. بس برضو دوري واعملي زي ما بقولك كده يا هبه، صدقات وكده، ودوري شوفي عليها ايه ومش عليها ايه، الحاجات دي كلها مهمه يا هبه ان شاء الله. طب في حلم كنت حلمت ان جوزي كان جنبه حله لحمه كبيره هي مستويه وهو قاعد يقطع فيها. تمام تمام حلو، ده حلو. جوزك عنده فلوس كتير يا هبه؟ معاه فلوس، محوش فلوس كتير يا هبة، عامل فلوس كتير يعني ما شاء الله. اللحمة دي حبيبتي رزق. يا رب لا. رزق، بس خلي بالك هو ممكن يكون مخبي الحلة وراك من وراك. ما تقلقيش يا هبة، اللحمة المستوية في الرؤية حلوة والله، مش حاجة وحشة. ماشي، فهي حلوة قوي قوي اللحمة دي يا جماعة، يعني معناها خير ورزق. لان طبعا ايه، بس بعد شقاء هو تعب في الرزق ده، لان اللحمه بطبيعتها بتبقى حاجه يعني محتاجه. احنا قبل كده اتكلمنا ممكن في حلقات قبل كده عن اللحمه وسواها والنار، وبتاخد غلبه وبتاخد مجهود. فاللحمه من الحاجات اللي هي نقدر نقول عمل هو تعب فيه واثبت كفاءه، وبدا ياخد الفلوس دي بقى ايه زي ما بيقولوا بيظبط يعني. فيا هبه يعني دوري كده انكشي، هتلاقي حاجه تحت المرتبه هنا او هنا، ما تقلقيش. بس فاحنا دلوقتي بنقول الحاجات دي، هي دلوقتي ربنا كشف لها حاجه، والله اعلم هي عارفاها او مش عارفاها. فدي بتبقى بشاره يا جماعه جايه لنا من عند رب العالمين. ربنا بيقول لك انت عندك هنا في خير، او عندك هنا في رزق،
او عندك سعة من الرزق، او عندك مثلا ايه مجال تعملي حاجة فيها مرضات ربنا سبحانه وتعالى، تراضي قرايبك، تراضي جيرانك، تراضي ابوكي وامك اللي هم اهم حاجه في الدنيا، تراضي اللي حواليكي، كل دي اعمال صالحه. فربنا بيبعت لنا اللي يبشرنا احنا نعمل ايه، وبيبعت لنا كمان اللي ينذر لنا ان لو عملنا حاجه كده ولا كده ناخد بالنا وما نحاولش نخوض فيها او نمشي فيها، لان ده خطا او خطر كبير. بس فدي من ضمن علامات نقدر نقول الرؤى. وقلنا قبل كده ان الاحلام يا جماعه هي عباره عن اضغاث، او نقدر نقول تخويف الشيطان. الشيطان لما يحب يخوفك وانت نايم يجي لك على هيئه اي حاجه، تقومي مفزوعه من النوم، تقومي تنطي، انا كان على وشي مثلا اي حاجه، صرصار، عنكبوت، شفت مش عارف، وهو ما فيش حاجه، هو بيفزعك وخلاص. هو عايز يخليكي عايشه عيشه نقدر نقول غير مستقرة نفسيا ومعنويا. معنا اتصال يا جماعة، أم محمد من بني سويف، اتفضلي. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، عليكم. ورحمة الله. لو سمحتي، أنا حلمت إن أخت جوزي متوفية، حلمت إن أنا في سريرين في أوضة النوم، سرير صغير وسرير صغير عايزة تنام عليها هي وجوزها مثلا، أو هي وجوزي مش عارفة، أنا الشخص اللي شفته معاها مش متذكرة مين، مش عارفة هو مين، بس أنا بس انا متهيألي كده شبه جوزي. فبقول لها لا تعالي نام على السرير بتاعي، السرير بتاعي اكبر واوسع، تعالي نام على السرير بتاعي، ما تناميش على السرير ده، السرير الصغير ده مش هياخدكم. انا مش عارفه الحلم ده الصراحه ومحيرني. طيب هو انت زوجك عايش مش كده؟ ماشي. هو تعبان ولا حاجه؟ يعني شويه. طيب ماشي. هو الحلم مفسر نفسه، يعني تعالي هنا ومش تعالي هنا، الله اعلم، والله اعلم. بعد عمر طويل انت هتحتاري، هنوديها هناك، هنوديه هناك، ولا هنوديه يبقى معانا هنا كده. يعني كل واحد في الاخر في دار الاخره ليه بيته يا جماعه. بس يعني دي حاجه طبعا ملهاش دعوه، بس ما تعرفيش هي امتى، عشان برضو ما تحطيش في دماغك حاجه. الحاجه دي ما بيبقى لهاش وقت، انت ممكن تشوفيها قبلها بخمس سنين، بعشر سنين، دي حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. فانت بتشوفي المكان اللي هنستقر فيه، فانت في الوقت ده ربنا بعت لك رساله ان انت المكان ده هل هو هيروح هناك ولا هيبقى في حته تاني. يعني احيانا كتير على فكره، ووالدتي شافت لنا حاجه زي كده، ان احنا قدام ممكن ما نبقاش مع بعض، اللي هو بيتنا في الاخره، انا ممكن ما بقاش مع اختي او مع امي. فده احنا ممكن نشوفه، مش شرط يكون هيحصل دلوقتي او بعد شويه او بعد خمس دقائق او بعد، لا ده ممكن بعد سنين والله اعلم. فيا جماعه عشان بس الناس برضو ما تخافش وتقول لك لا ده انا مرعوبه، لا لا يا جماعه ما لهاش علاقه. هي بتبقى بس ان انت بعد نظر من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان الحاجه دي لما هتحصل ممكن يحصل فرقه في المكان ده، ان انا بيتي غير بيتك، مع ان ممكن نبقى زوج وزوجه، او اب وام، او اخت واختها كده. فبس سبحان الله تلاقي ده راح في حته وده راح في حته، وفي الاخر يا جماعه هي دي بيوتنا الحقيقيه، بيوت الاخره. معنا اتصال، معنا كريمه، اتفضلي. لو سمحتي، انا حلمت ان انا بطلع شعري من بقي. ايوه يا كريمه معاكي. كان في اتنين ستات نعرفهمش، قالوا له كان في سحر معقول. وبعدين طلعت لقيت على بيتنا صليب كبير قوي قوي كده. جوزي طلع يهده، فبقول له لا سيبه هو هيقع لوحده. تمام. تمام. ماشي يا كريمه، يعني خير ان شاء الله، ربنا يجعله خير ليك يا كريمه ويحفظك ويحفظنا. هو الشعر من البق ده حاجه مش حلوه، كلام مش كويس، وممكن يكون حاجة فيها يعني فيها مشاكل أو نكد. فطبعا أنت مع اللي أنت قلتيه ده هو تفسيره، يعني اللي أنت حكيتيه ده هو تفسيره، وإن في حاجة وإن شاء الله هتتهد لوحدها. والكلام اللي أنت قلتيه ده برضو داخل ليكي، إن معناها قوتك أنت قوية، أنت إن شاء الله يعني عندك قوة من الإيمان ومن اليقين، إن شاء الله الحاجة دي بأمر الله هتنتهي، سواء التعب او المرض او السحر او النكد او اي حاجه، ان شاء الله ان شاء الله انت فيها بامر الله، ان شاء الله هتهزميها بقوه ايمانك وعزيمتك. فانا شايفه ان شاء الله انت قويه جدا ما شاء الله عليكي،
وده خير جامد ليكي، وان ربنا بيوضح لك امور عشان تعرفي انت عايشه في خير قد ايه، وعايشه في قوه ايمان، وعايشه في ثبات وصحه. ربنا مديكي حاجات جميله قوي 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 قوي، وانت لازم تحافظي عليها، ولازم تفضلي كده، وان شاء الله ربنا يكتب لك الخير من عنده بامر الله. معانا ام حازم، اتفضلي. وعليكم السلام. ممكن اقول حلم؟ اتفضلي مع حضرتك. طيب انا كذا مره ان انا احلم ان انا اصلا مطلقه. بتحلمي ايه؟ انا مطلقه. تمام. انا كذا احلم ان انا اكون مع طريقي ها واولادي معايا. تمام بس كده؟ بس واخر مره حلمت ان انا هو بيبعت لي فلوس 800 في 800. تمام. مش هو في الحقيقه انت ولادك معاكي وهو بيبعت لك فلوس في الواقع؟ بيبعت لي. تمام. انت بقى لما بتشوفي نفسك أصلا. لما بتشوفي نفسك معاه انت والولاد بتشوفي نفسك على هيئه ايه؟ ان انا ببقى معاه في الشقه في مكاننا عادي، بس هو يقول اخيرا ان انتوا تكونوا معايا يعني. بس طيب انا هقول لك على حاجه، انت عقلك الباطن يعني انت نفسك ترجعي. هو حاليا هو قبل اي حاجه هو اصلا كان باعت وانا كنت رافضه، وهو حاليا برضو عمال يبعت ان انا ارجع له يعني. طيب ما انا بقول لك انت عايزه ترجعي له كمان على فكره يعني. انا هفسر لك. هو انت هو بعت لك تقريبا المبلغ اللي انت بتقوليه او اكتر او اقل، حاجه زي كده. تمام. فهو برضو نقدر نقول ان الفلوس كلام بينك وبينه، في حوار داير بينك وبينه، وانت نفسك ترجعي على فكره. انت نفسك ترجعي وهو عايز يردك، بس في حوارات ومناوشات لسه دايره بينك وبينه. فطبعا يعني انا شايفه ان انت تاثري الموضوع ده وارجعي له عشان خاطر ولادك. ده لو في خير ليكي صلي ركعتين استخاره وربنا يديك الخير يا رب. معلش يا جماعه انا استاذنكم اوطوا التكييف شويه، معلش ما انا بعتذر. فدلوقتي هي الرؤيه بتاعتها بتدل على ان هي كده في كلام الفلوس دي، هو كده كده بيبعت لها اكيد مصروف ايا كان كتير قليل، العلم عند ربنا. هي في حوار بينها وبينه متواصل، وهي نفسها ترجع بس عايزه ترجع بشروطها. وهو لو عليه يعني طبعا اي حد في الدنيا عاقل واي حد عنده نقدر نقول عقل يعني وعنده كده شويه رزانه اكيد يبقى عايز يلم بيته وولاده، مش عايز خراب ولا عايز تشتيت. فربنا يا رب يقدر لهم الخير من عنده ان شاء الله، اللهم امين. فيا جماعه زي ما قلنا كده كمان ان الرموز اللي احنا كنا شرحناها قبل كده من الرموز اللي هي الحلوه في المنام، اللي هي الاكل ده في المنام معناه كلام، خصوصا لما يبقى اكل حلو. فالكلام او الفلوس نفس الكلام، هي شافت فلوس، الفلوس دي عباره عن حوار داير، خصوصا الفلوس اللي هي عباره عن نقول جنيهات، ده كلام في شيء هي مش عاجبها، هي مش راضيه عنه، فبالتالي بالتالي هي مستصعبه الامور. لكن اقدر اقول لها ده رمز انك انت خدي الموضوع بسلاسه وخدي الموضوع بهدوء واستخيري ربنا وربنا يقدر لك الخير. معانا اميري. اميري معانا اميري من هنا، اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا مطلقه ومعايا بيت. الو ايوه انت اميري؟ انا مطلقه ومعايا بيت وبنتي واخدها ابوها. انا اميري. اميره؟ ايوه ايوه يا اميره انا معاكي. وكل ما احلم احلم ان انا رجعت لجوزي تاني. ايوه ماشي يا اميره. وكل ما احلم رجعت لجوزي تاني وبنتي معايا، بس بنتي مع ابوها. وبنتك معاكي. وهو واخدها مني من هي لها 4 شهور وانا ما شفتهاش خالص. خلاص يا أميرة، حاضر من عناية. ده خير يا أميرة ليكي والله، إن شاء الله هترجعي يا أميرة، إن شاء الله يا حبيبتي هترجعي وهتاخدي بنتك معاكي وفي حضنك وربنا هيكتب لك الخير. بس يعني عايزاكي طلعي صدقة يا أميرة، طلعي إن شاء الله يا رب 5 جنيه
وقول يا رب قبل كده ما تديها للانسان السائل او المسكين اللي انت هتعطيها له، حطي عليها كده شويه عطر حلوين كده، واقري الفاتحه كده واديها للي هتديها له، وقولي له يا رب بنيت ترجعني لبنتي وترجعني لبيتي، ان شاء الله ربنا هيكتبها لك. ربنا يكتب لك الخير يا اميره ان شاء الله، انت واللي زيك يا رب. اللهم امين يا رب العالمين، يكتب لكم جميعا الخير، ويكتب لنا ويكتب للناس كلها ويكتب للبلد كلها ويكتب لأمة محمد جميعا يا رب، خير الدنيا والآخرة إن شاء الله إن شاء الله. وإحنا هنا معاكم عشان نفسر الأحلام إن شاء الله الحلوة والأحلام الجميلة إن شاء الله، اللي هي تشرح قلوبكم، وإن شاء الله بأمر الله ويبقى فيها كلها بشارة، حتى لو فيها إنذار ده برضو خير لينا، لما ربنا بيبعت لنا إن هو بينذرنا عشان حاجة مثلا ما نعملهاش، دي حاجة جميلة يعني لما ربنا. ماشي حاضر. معنا اتصال. عمير اسماعيلية. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتورة؟ الله يخليكي، اتفضلي. ربنا يكتر من امثال الحقيقة. انا بكتب على سامح من بدري، ومن زمان كنت نفسي افسر عندك كلمين. لا اتفضلي تحت امرك. انا شفت رؤية من حوالي 5 شهور كده. تمام. ان النبي عيسى صلى الله عليه وسلم معاك علينا كده. سيدنا عيسى عليه السلام. عليه السلام. عليه السلام. معدي وكان معاه خزان ميه كبير اسود، وكان عمره زي 30 سنه كده. ماشي. وجنبه خضار كده، فهو عدى شايفانه معدي على ارض سينا. ونص الخزان منه وقع، يعني زي ما تقول شوية مية وقعت كده ورجل سنده تاني. تمام. وكان معاه زي الحصن الفرعونية دي، العربيات الكرة الفرعونية. وعدى للخزان تاني وراح معدي تاني، راح يعني في رحلة لمصر. بس كده؟ بس كده. يعني انت مشفتيش نفسك في المنام ولا في الرؤية ولا أي حاجة خالص؟ أنا مطلقة حضرتك. طب معلش، خير كله خير من ربنا، يعني ربنا يا رب يقدر لك الخير. انت شفت سيدنا عيسى ومعدي على ارض زي ارض سينا، صح كده؟ هي سينا معروف ان عدى عليها انبياء كتير. معدي فيها وكان رايح على مصر، انا شايفاه من بعيد وكان نفسي اساعده، بس يعني حاسه ان المسافه بيني وبينه بعيده. لا حضرتك شايفه العربيه اللي هي الفرعونيه دي، الخزان منه راح واقع منه شوية مية، وبعدين اتعدل تاني وراح مكمل رحلته لمصر. تمام. هو خير إن شاء الله، كله خير. بصي، هو ظهور الأنبياء في المنام حاجة جميلة، بس سيدنا عيسى لقى متاعب في حياته مع شعبه اللي هم كانوا اليهود قبل ما يدخلوا في المسيحية، اللي هو الشعب اللي هو نزل عليهم، لقى متاعب، وبالتالي فعلا هو أخذ الرحلة المقدسة عندنا، بدأت من أول طبعا القدس ودخل على سينا وطلع سانت كاترين، يعني هي رحلة اسمها الرحلة المقدسة عموما. فاللي انت شفتيه ده هو ممكن تكون انت قريتي عنه في الكتب، ممكن يكون في المكان ده، والله أعلم، هيحصل فيه بعض، والله أعلم، الله أعلم، بعض الصعاب أو بعض المناوشات أو بعض المشاكل اللي هتصيب المنطقة، والله أعلم، أنا ما أقدرش أفتي أو ما أقدرش أقول، بس إن شاء الله وقوع الخزان اللي كان في إيده وبعدين يتعدل تاني، إن شاء الله في حاجة، إن شاء الله بأمر الله هيتاخد فيها قرار، إن شاء الله هتبقى لصالحنا ولصالح الشعب اللي موجود في المنطقة ولصالح الناس بأمر الله تعالى. بس هو علامة، يعني علامة خير، ظهور النبي دي علامة خير، فربنا كده يأجرنا وينجينا شر الفتن، ويكفينا شر المشاكل، ويكفينا شر البلاء يا رب، يكفينا شر البلاء احنا واهل بلدنا واهل سينا كلهم ومصر كلها يا رب، والدول اللي حواليها ودول العالم كلها يا رب، يكفينا شر نقدر نقول الفتن كلها. اللهم امين يا رب العالمين. هي ليها دلاله يعني قويه شويه وعميقه، بس يعني انا على قد ما قدرت حاولت ابسطها وافسرها، يعني انت ممكن تكوني والله اعلم، يعني ياما ناس كتير شافوا برضو رموز للحاجات اللي حصلت في البلد قبل كده وشافوها بطريقه معينه وفعلا اتحققت، بس ربنا برضو نجانا وربنا حفظنا وحفظ مصر وشعب مصر، ربنا ينجينا جميعا من كل سوء يا رب. اللهم امين.
فهي نقدر نقول اصعب في حياتك انت، وان شاء الله ربنا ان شاء الله كده هيعوضك خير يعني. بس انت يعني هيبقى في اجتهاد شويه، وفي عايزين عزم وعايزين قوه وعايزين كده ان شاء الله بامر الله يعني. قربي من ربنا وادعي بالخير، ادعي كتير وطلعي صدقات برضو، زي ما انا مش هقول غير ان الصدقات يذهبن السيئات، ده اللي انا اقدر اقوله لكم. اي حد يشوف حاجه يحس فيها بصعوبه او يحس هو قلقان منها او حاسس ان في حاجه كده يعني نقدر نقول قلقاه او مخوفاه، الصدقه. الصدقه يا جماعه بتشفي المريض، والصدقه بتذهب السيئه، والصدقه بتطفئ غضب الرب. حتى في كل الاديان اللي قبلينا نفس الكلام، لان الصدقه دي حاجه مهمه جدا، وبتبقى يعني قرب من الله عز وجل، وبتبقى يعني حاجه دخل يعني بتدخل عليك السعاده والسرور، حاجه مش وحشه، حاجه جميله. انك انت لو قايمه من منام، انا فلنفترض ان انا ما بفهمش في تفسير الاحلام وما بعرفش حاجه وماليش في اي حاجه في اي حاجه، وشفت حاجه انا مش فاهماها وقلقاني، اصحى من النوم اتوضى واصلي واطلب من ربنا الثبات، وانه يصرف عني وعن كل اللي حواليا وعن ولادي وعن اخواتي وعن امه محمد كلهم وعن اصحابي وعن قرايبي الشر، يصرف عننا الشر ويقرب مننا الخير، ونطلع صدقه ولو القليل. قال لك ان شاء الله يا رب جنيه، ربنا ان شاء الله يتقبلها، تقبلها منا ومنكم بنفس خالصه وراضيه، وان شاء الله يبقى فيه قرب من الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان الرؤية فعلا ربنا بيبقى بعتها لنا عشان نقرب منه، بعتها لنا عشان نشكره وعشان نحمده وعشان نسبح بحمده وعشان نقول الله ربنا بعت لنا حاجات جميلة قوي، احنا الحمد لله في نعمة، وفي الحمد لله في نقدر نقول ربنا بعت لنا جمال من عنده. يعني الجمال الروحي ده انك انت تبقى صحي كده مبتسم وتبقى مستبشر برؤية جميلة، دي حاجة نعمة عظيمة. طبعا زي ما قلت لكم ان شاء الله ربنا يجعل كل احلامكم يا رب سعاده وهنا وسرور، وتدخل عليكم ان شاء الله كده بتحقيق امالكم ورغباتكم وامانيكم كلها يا رب. وان شاء الله اي حاجه نفسرها مع بعض ويحقق لكم كل اللي نفسكم فيه، ويديني ويديكم الخير، وان شاء الله اشوفكم على الف خير، واشوفكم وانتم بصحه وبعافيه ومحققين كل احلامكم. تصبحوا على خير.